انا اتبسطت جدا جدا بالمشروع دوت. يعني موضوع الميديكال ده والتأمين الطبي موضوع دلوقتي بقى مهم جدا، وفي نفس الوقت مش سهل الحصول عليه انديفيدوال، يعني انا اقدر ان انا اروح من نفسي ان انا اروح اعمل حاجه زي كده. فاتبسطت جدا لما لقيت المشروع ده اتنفذ فعلا، واسبشلي كمان ان هو كان موجود في البرنامج الانتخابي. فالحقيقه حسيت ان الموضوع بقى في حاجات فعلا اتوعد بيها وابتدت تتنفذ. وفي نفس الوقت كمان كنت قلقانه ان ممكن تكون شركه مش بصراحه يعني تكون ممكن تكون حاجه ستاندر معين، لا انا لقيت شركه مقدمه البرنامج الطبي ده كويس، وسبيشلي كمان برضو ان حتى البرنامج نفسه من جواه فيه مميزات حلوه مش سهل ان انا الاقيها لو عندي حاجه مثلا مرض سابق او حاجه، لا هو مغطي كل حاجه. فالحقيقه لا النادي عرف ان هو يتفاوض مع شركه كويسه، والبرنامج نفسه كويس مقدم لي بنفيتس حلوه موجوده من اول يوم، ونتورك اهم حاجه تبقى كويسه، مستشفيات كبيره، فتمام. لا انا مبسوطه من التجربه دي جدا. يعني الاول طبعا بنهني النادي الاهلي بال المنظر الجميل اللي احنا شايفينه النهارده والجمعيه العموميه، وان شاء الله يوم يبقى كويس للناس كلها بالنسبه لائحه النظام الاساسي اللي هي دستور النادي وقانونه يعني. وبنهني الكابتن الخطيب واعضاء مجلس الاداره. الحقيقه احنا لما فكرنا ان يكون لنا تواجد جوه النادي، طبعا ده نابع من شعبيه النادي ومن كنا كمان اعضاء، احنا كمان كاشخاص اعضاء في الجمعيه العموميه وفي النادي، فكرنا يكون لنا تواجد. النادي النهارده فيه حوالي 170 الف عضو. مجلس الاداره كان عنده خطه كان قدمها قبل الانتخابات ان يكون في اهتمام بكبار السن ويتقدم لهم تامين طبي مجانا كشف عليهم، وكمان احنا قلنا بتوافق مع ده نقدر نقدم كمان منتجات بتاعتنا كشركه تامين، نقدم منتجات تامين طبي، منتجات تامين على السيارات، منتجات تامين على حوادث شخصيه، منتجات تامين على البيوت اللي هي وثائق حمايه الاسره. ده كل الحقيقه حابين نقدمه لاعضاء النادي بعده ميزات. الميزه الاولى ان يكون سعره معقول ومتناسب مع الاعضاء، يكون الخدمه تكون متميزه، يكون عندنا فريق من العمل موجودين دايما بيردوا على كل الاستفسارات وبيقدروا ان هم يتواصلوا مع الناس يكلموهم وثيقه التامين دي بتغطي ايه، الحاجات اللي احنا نقدر نساعدهم فيها لو حصلت اي حوادث، لو حصلت اي مشاكل، ازاي يقدر يستفيد من تغطيه التامين الطبي في خلال السنه التامينيه، ايه هي الاماكن اللي بتقدم الخدمات الطبيه باسعار قليله جدا. وده احنا ده دورنا، احنا حابين ان احنا يكون لنا دور اجتماعي مع طبعا الدور اللي احنا بنعمله كشركه تامين. يعني شوف احنا طبعا ابتدينا من فتره قريبه جدا، يمكن ده اول شهر لينا. بالنسبه لاول شهر الاقبال يعتبر معقول جدا، يمكن الفتره الجايه يكون في عندنا طرق للتواصل مع اعضاء النادي، سواء عن طريق رسائل بتوصلهم على الموبايلات بتاعتهم، سواء عن طريق التواصل على مواصل التواصل الاجتماعي. احنا حابين ان يكون التواصل ده بشكل مستمر مع الاعضاء، لان الموضوع في الاخر احنا التامين هو خدمه، والخدمه دي ما حدش هيحس بيها غير فعلا لما يبتدي يشوف ازاي الناس بتقدمها له. يعني هو لو لا قدر الله حصل له تعب وحب يستخدم الخدمه التامينيه دي هيبتدي يحس باهميتها، وهيبتدي هو يكون بيوصل الكلام ده لاعضاء تانيين. ده طريقتنا الحقيقه، احنا بنشتغل على اساس ناخد وقت شويه في توصيل المعلومه، ولكن في الاخر ما بنشتغلش بشكل تجاري، يعني عايزين النهارده نامن وبعد كده مش هنشوف العدو تاني، لا عايزين الخدمه دي تتواصل معاه لسنين وسنين، وما يبقاش ليه هو بس، ليه هو ولاولاده، ولو حتى اللي عنده حد هو بيحب يوصي ان ده يكون تغطيه بياخدها منه. احنا مهتمين قوي الحقيقه باعضاء النادي الاهلي، عاملين لهم برامج مخصصه لاعضاء النادي. غالبا اغلب شركات تامين لا تقوم بالتامين او تقديم الخدمه الطبيه اذا تعدى سن 65 سنه، احنا الحقيقه مدين الخدمه للاعضاء المتعدين 65 سنه، ودي طبعا يعني ميزه الحقيقه مش هيلاقيها لو حب يروح اي شركه تامين بره، او حتى لو حب يجي لنا احنا كمان كشركه تامين بره وهو مش عضو النادي الاهلي. فدي اعتقد دي ميزه كبيره جدا ومتوافقه مع مجلس اداره النادي الاهلي لما كان بيقدم الخطه بتاعته قبل الانتخابات. الحاجه الثانيه اللي بتميز الاعضاء الاسعار اللي بياخدها العضو، العضو بياخد اسعار مميزه جدا كعضو نادي الاهلي طالما انه عنده كارنيه النادي الاهلي. الحاجه الثالثه والاهم من كده التواجد بتاعنا جوه النادي، فهو ما عندوش مشكله انه يلاقي حد موجود طول اليوم يخش يساله على اي حاجه هو عايزها، لا قدر الله عنده حادثه عربيه ولا حاجه يلاقي حد يساعده، لو حب ياخد توصيه ايه هي المكان اللي بيقدم خدمه طبيه بشكل معين هيتقال له عليها. فدي الحاجه دي كلها مزايا بياخدها عضو النادي الاهلي اللي عنده كارنيه النادي
بعكس لو عميل تاني موجود حتى عندنا في الشركه ومش موجود قاعد نادي الاهلي. يعني الحقيقه طبعا يعني احنا حابين نشكر مجلس اداره النادي الاهلي وعلى راسه طبعا كابتن محمود الخطيب، قد كده ادونا تسهيلات كتيره جدا ان احنا نكون متواجدين، لان هي الحقيقه الموضوع في الاخر النادي بيدور على خدمه اعضائه، واحنا زي ما قلت احنا حتى اعضاء جمعيه عموميه، فاحنا عارفين كويس ان النادي قد ايه او مجلس اداره قد ايه كان حابب ان يقدم الخدمه دي للاعضاء، واحنا كنا تقدمنا بالفكره للنادي، والنادي اعتقد طلب عروض اسعار من شركات تامين اخرى، وده كان احسن عرض اتقدم، ويعني الحمد لله ربنا وفقنا نكون احنا الشركه اللي بتقدم الخدمه دي للنادي يعني واعضاء النادي.